أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول قول الله جل اسمه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذا نوع آخر من التدبر. هذه آية من آيات الأحكام في القرآن العزيز. نحاول أن نوضح بعض الأحكام التي اشتملت عليها لأهمية باب الأيمان وكثرة المسألة فيه، ولننوع أيضا في يعني سياق الآيات التي نختارها. وكتاب الأيمان كتاب طويل في الفقه، لكننا نقتصر على ما دل عليه لفظ الآية من الأحكام. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا تحاسبون ولا تأثمون على لغو اليمين. ولغو اليمين عند فقهائنا الحنابلة هو ما يسبق على اللسان من غير قصد، وهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: كقول الرجل لا والله وبلا والله، يعني اليمين التي ترسلها غير ناو عقدها وغير مستشعر أنك تحلف: والله لا تدخل، والله لا تتفضل، والله لا تيجي، والله لا تأكل، وهكذا. فهذه يمين إذا كنت ترسلها غير ناو لها، غير ناو عقدها، فهذه أنت غير مؤاخذ بها. قول آخر في معنى لغو اليمين وهو اليمين على غلبة الظن، اليمين التي يحلفها الشخص يظن صدق نفسه فيبين بخلاف ذلك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي إن المؤاخذة إنما هي حاصلة في اليمين المنعقدة التي وقرئ عاقدتم الأيمان، في اليمين التي تحلفونها قاصدين لها عازمين على تنفيذها، فهذه هي اليمين التي تؤاخذون بها ويلزمكم أن تنفذوها أو تكفروا إذا حنثتم فيها. و الحلف كما يقول العلماء على 5 أقسام، فيمين يجب الوفاء بها وهي اليمين على فعل واجب أو ترك حرام، ويمين يستحب الوفاء بها وهي اليمين على فعل مستحب أو ترك مكروه، ويمين يباح الوفاء بها وهي اليمين على فعل أو ترك مباح، لكن إن كان الحنث أفضل فليحنث وليكفر كما سنبينه إن شاء الله، ويمين يكره الوفاء بها وهي عكس اليمين المستحبة، ويمين يحرم الوفاء بها وهي عكس اليمين الواجبة. فكفارته أي كفارة اليمين، يعني إذا حلفتم ولم تستثنوا، لأن الإنسان إذا استثنى في يمينه لم تلزمه كفارة، والاستثناء أن يقول في يمينه إن شاء الله، فمن حلف فاستثنى في يمينه لم تلزمه كفارة. لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإنه إذا لم يفعل لم يحنث ولم تلزمه كفارة. أما إذا حلف ولم يستثني فإنه يكفر إذا حنث، تستقر الكفارة في ذمته وجوبا إذا حنث. وهل يجوز له أن يكفر قبل الحنث أو لا يجوز؟ يعني رجل حلف ثم أراد أن يكفر قبل أن يحنث، هل يجوز أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح وهو قول فقهائنا الحنابلة أنه يجوز التكفير قبل الحنث، وقد يشعر بذلك قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فإنه لم يشترط الحنث، وإن كان بعض المفسرين قدروا حلفتم أي وحنثتم. على كل حال، الكفارة قبل الحنث تحلة لليمين وهي جائزة على الصحيح، فيجوز أن يكفر قبل أن يحنث، وبعد الحنث هي كفارة لأنها تستقر في ذمته بالحنث. ولكن قوله تعالى في آخر الآية: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يفيد أنه لا يجوز التكفير قبل الحلف، فما ينفعش واحد يطلع كفارة ويقول دي عشان لما بأحلف بعد كده تكون كفارة إذا أردت الحنث في يميني. فالكفارة لا تجوز قبل الحلف، وإنما تجوز بعد الحلف وقبل الحنث على الصحيح. فكفارته أي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. مساكين، من هو المسكين؟ المسكين هو الذي لا يجد كفايته، لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك. إطعام 10 مساكين، فيشترط استيعاب 10، ولا يجزئ دفع الكفارة إلى مسكين واحد،
خلافا للحنفية الذين قالوا إنه يجزئ دفع كفارة 10 مساكين إلى مسكين واحد، ولذلك تعقبه في مراقي السعود بقوله: وجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد. فالجمهور على أنه لا بد من استيعاب 10. وهل تجزئ قيمة الإطعام أو قيمة الكسوة؟ في ذلك خلاف، والجمهور يقولون لا تجزئ القيمة، والحنفية يجوزونها. والاحتياط هو قول الجمهور، وهو أن لا يخرج قيمة ذلك، وأن يطعم أو يكسو كما نص الله عز وجل على ذلك. كيفية الإطعام؟ قال الله: من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا من أردئه ولا من أجوده، ولكن من أوسطه، كالبر، البر يعني القمح، والتمر، والأرز في زماننا هو أوسط ما يأكله الناس. وفي قدر ما يعطاه الفقير خلاف، فبعض الفقهاء اشترط أن يعطى صاعا، وهو قول الحنفية، إلا من البر فيعطى نصف صاع، وبعضهم قال بل يعطى نصف صاع إلا من البر فيعطى مدا، وهو قول فقهائنا الحنابلة. قول فقهائنا الحنابلة أن الواجب في الإطعام نصف صاع من غير البر ومد منه، أي من البر، نصف الصاع مدان، المد 750 جرام تقريبا، نصف الصاع كيلو ونصف تقريبا. المالكية والشافعية عندهم الواجب مد، يعني 750 جراما تقريبا. ولعل الصحيح إن شاء الله قول فقهائنا الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب في إطعام كفارة فعل المحظورات في الحج بنصف صاع، قال له: أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وحينئذ فيجب في الإطعام نصف صاع على الصحيح إن شاء الله، فيعطى الفقير أو المسكين كيلو ونصف من الأرز، فتكون الكفارة في الإطعام 15 كيلو من الأرز تعطى 10 من المساكين، ويعتد بالصغار والمجانين ونحو ذلك، يعدون ضمن المساكين، حتى ولو كان الصغير لا يأكل الطعام فإنه يعد. وهل يجوز أن يغديهم أو يعشيهم؟ في ذلك خلاف، ففقهاؤنا الحنابلة يشترطون تمليك الفقير الطعام، ولا يجزئ عندهم أن يغديه أو يعشيه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجزاء ذلك، وهو مروي عن جمع من السلف. ولذلك لو جاب مثلا سندوتشات وأعطاها للفقراء حتى أشبعهم، أو صنع طعاما في بيته فدعاهم حتى أشبعهم، أجزأ ذلك عند الشيخ رحمه الله. أو كسوتهم، والقدر المجزئ في الكسوة اختلف فيه كذلك، وفقهاؤنا الحنابلة يقولون إن المجزئ هو ما يجزئ في ستر العورة في الصلاة، فيعطي المرأة درعا، عباءة يعني وخمارا، ويعطي الرجل ما يستر عورته في الصلاة. هذا هو الواجب عند فقهائنا، وقيل ما يصدق عليه اسم الكسوة ولو عمامة أو نحوها. أو تحرير رقبة، تحرير أي عتق رقبة، وهل يشترط فيها الإيمان؟ هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، وسمي تحرير رقبة لأنهم كانوا يربطون يد الأسير في عنقه، فإذا فك وأطلق صار ذلك تحريرا أو عتقا أو فكا لتلك الرقبة. أو تحرير رقبة، فهذه الثلاثة مخير فيها: إن شاء فعل هذا، وإن شاء فعل هذا، وإن شاء فعل هذا. وبدأ بالإطعام ثم بالكسوة ثم بتحرير الرقبة ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، ليبين أن هذه الشريعة مبنية على التيسير، وأنك أيا فعلت من ذلك أجزأك، حتى لو فعلت الأدنى أجزأك، فتقديمه مشعر بأنه يجزئ حتى وإن كان الأدنى، فلا تتصور أنه مفضول، بل مهما فعلت من ذلك أجزأك. فإن عجزت عن هذه الثلاثة فمن لم يجد، يعني من لم يجد فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يسعه أن يأتي بأحد هذه الخصال الثلاثة، فإنه يصوم 3 أيام. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض الناس يتصور أن الكفارة صيام 3 أيام، أو أنه مخير إن شاء صام وإن شاء أطعم. لا، بل الواجب الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، ولا يعدل عنها إلى الصيام إلا عند العجز عنها. وهل يشترط في صيام الأيام الثلاثة التتابع؟ في ذلك خلاف، ففقهاؤنا الحنابلة يشترطون التتابع، والمالكية والشافعية لا يشترطونه. استدل فقهاؤنا بقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. قالوا: وهذه وإن لم تثبت قرآنا فلا أقل من أن تثبت رواية، أو أن تكون تفسيرا من صحابي، فهو حجة. ولذلك هذا القول هو الأحوط، وهو أن تكون تلك الأيام المصومة متتابعة.
ومن قلد من يثق به فصامها متفرقة أجزاءه إن شاء الله، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال الله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهل الأولى أن يكفر عن يمينه أو الأولى أن يفي بها؟ ذكرنا أن اليمين تنقسم إلى 5 أقسام كما ذكرنا، وإن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فالأولى أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قال الله: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم فيها وجوه من التفسير. احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا من الحلف، فإن الإكثار من الحلف مذموم، كما قال الله: ولا تطع كل حلاف مهين، وهو أحد الوجهين في تفسير قوله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فلا يكثر المسلم من الحلف، لا يحلف إلا لحاجة، إذا استدعى الأمر توكيد شيء يحلف عليه أو نحو ذلك لا يكون الحلف مضغة على لسانه يحلف كلما تكلم. قول آخر في واحفظوا أيمانكم: واحفظوا أيمانكم فلا تحلفوا كاذبين، لأن اليمين الكاذبة يمين فاجرة، وهي ثالثة أنواع اليمين التي لم يذكرها الله عز وجل هنا في الآية. فالله عز وجل ذكر في الآية نوعين من أنواع اليمين: اليمين يمين اللغو وهي لا كفارة فيها، واليمين المنعقدة وفيها الكفارة، والثالثة هي اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب اختلف العلماء هل فيها كفارة أو لا، فمذهب الجمهور خلافا للشافعية أنه لا كفارة فيها، والصحيح أنه لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، جريرتها وجريمتها وإثمها أعظم من أن تدركه الكفارة، ففيها التوبة النصوح إلى الله عز وجل ورد الحق لمستحقه إن كان ترتب عليها أخذ حق. واحفظوا أيمانكم أيضا فيها وجه آخر من وجوه التفسير: واحفظوا أيمانكم بأن تبروا فيها، بأن تبروا فيها ولا تحنثوا، إلا إن كان الحنث أولى فحينئذ حفظها يكون بالتكفير عنها والحنث فيها، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ثم ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله: كذلك يبين الله لكم آياته وشرائعه وأحكامه ومعالم دينه لعلكم تشكرون، لتشكروه تبارك وتعالى على نعمه العظيمة، والتي منها بيان أحكام الدين لكم، والتي منها رحمته إياكم بعدم جعل تلك الأيمان لازمة لكم، بل شرع فيها الكفارة تخفيفا عليكم ورحمة بكم، مصداق قوله جل اسمه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.